العامل لي معلم قال هتشلى انت يا ابو رغيف حاف. خلاص يا رجاله نويتوا تنسوا المزاد على الواد ده اللي اسمه عبده؟ الحاج ابراهيم سردينا قال ان ده دوره وكلنا قرينا الفاتحه معاه. وحد يسمع كلام ابراهيم سردينا برضه؟ الله، وانت قصدك ايه يا معلم سالم؟ قصدي المزاد ده كنا احنا اولى بيه. احنا مين؟ انا مثلا. هو انت عاوز تكوش على كل حاجه؟ الواد ده انا مش عايزه يقب يا معلم بدوي. يا اخي كل واحد بياخد نصيبه. انتوا نسيتوا اللي عملوا فيا ولا ايه؟ الله 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 الله، ده انت ال 10,000 جنيه تعبينك قوي. ما انت كسبت من العمليه دي اكتر من 100,000. هنقر بقى يا معلم شعبان، هنقر فيها. ولا هنقر ولا حاجه. هعمل لك ايه؟ ما انت ما بيعجبكش العجب. يا اخوانا يا اخوانا هدوا نفسيكم، انا مش فاهم انتوا بتتنقروا ليه بس. ما خلاص اللي اتفقنا عليه هو اللي هيمشي، ولا يعني كلام عيال. لا طبعا مش كلام عيال. الله، طب على الاقل عشان الراجل اللي رائد عيان ده دمه ما يتعكرش. خلاص اعملوا اللي تعملوه وانا بقى ليا كلام تاني. معلش يا سالم، عشان خاطري فوت المره دي. يا جدع المزادات جايه كتير. يا جماعه هو انا ناقص مزادات؟ انا قصدي يعني كان حد منكم خد المزاد ده، كنت وقفت جنبه وكنت نقلت له البضاعه بعربياتي كمان. كلكم والواد ده كوم. خلاص يا معلم سالم، خلاص اهو كده اتعلم وعرف الاصول، ولو خرج عليها تاني احنا بقى اللي هنتصرف معاه. ما قلتليش اتفقتوا مع التجار؟ ومين اللي هيرسي عليه المزاد؟ هيرسي علينا احنا ان شاء الله. ايه، خدت كلمه من التجار؟ الحاج بدوي لسه ماشي من عندي، عشان كده بكره باذن الله تروح تدفع التامين بتاع المزاد. بس عايزك بقى تتقص لي وتعرف لي مين هيخش المزاد من بره الوكاله. بس انت رحت وعينت؟ اطمن، ده مزاد يفرح ضربته اللي هي. روح يا شيخ، ربنا يجعله من نصيبك. مفيش اخبار. هو انت كنت قلت لهم يا حاج انهم يرسوا مزاد وزاره الحربيه على الجدع اللي اسمه عبده ده؟ ايوه. وحصل حاجة؟ لا أبدا، ده الحاج بدوي اللي قابلني النهاردة الصبح وهو اللي حكالي على الموضوع ده. هو ده عين العقل والعدل كمان. أصله مش هيلحق يتهنى بيه. اسمع، أنت مالكش دعوة بالموضوع ده خالص، وإلا مش هبص في خلقتك مرة تانية أبدا. اهدى بس يا حاج، اهدى. أنا ماليش دعوة بالحكاية دي خالص. حكايتي إيه؟ أنت مخبي عني حاجة؟ أبدا. اصل المعلم سالم ناوي لصاحبك على نية مهببة. هو ناوي على ايه غراب البين ده؟ الو، مين؟ اهلا اهلا اهلا، يا صباح الخير، يا صباح الفل، يا صباح الانوار كلها. انا مش مصدق وداني. ازيك يا حاج؟ ربنا يعلم انت وحشني قد ايه. طمني على صحتك. الحمد لله، الوكالة كلها من غيرك خرابة. لا، ألف حمد وألف شكر يا حاج. أنا جيت لك لحد البيت عشان أطمن على صحتك، بس بقى سي محفوظ الله يسامحه. ده بيتك يا ولا، تيجي في أي وقت. المهم أنت كويس؟ الحمد لله. أنت ناوي تدخل مزاد وزارة الحربية؟ طب اسمعني كويس،